السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن البيج رامي وهو رد على زواجته التانية بعد هجوم رضوى الشربيني عليه، وقالت هو الرجالة ما بيعرفوش في الشرع غير تعدد الزوجات. يلا بينا نسمع قال ايه، نرجع لكم. يا صباح الخير عليكم، ان شاء الله يا رب جمعة طيبة على الكل ويومكم سعيد ان شاء الله. نصيحة صغيرة، اسمحوا لي ان انا يعني اكون في الموضوع ده مع اني عارف اني مش اهل للنصيحة، لكن اقبلوا مني. اخطاء في حياتنا، بالعكس احنا بنخطأ وبنغلط وبنعمل حاجات صح، وربنا ان شاء الله هو اللي بيحاسب الكل. الحمد لله ان هو ما عطاش الناس فرصة ان هي تحاسب بعضها، والا ما كناش خرجنا من بيوتنا. والكلام ما هوش موجه لاي موضوع، لكن والله انا حبيت، لان انا شايف ان الناس اليومين دول شغلة نفسها بحاجات هي يعني لا تعرف عنها حاجة ولا تعرف تفاصيلها. لكن في الاول والاخر ربنا يسعدكم جميعا وجمعة طيبة عليكم ان شاء الله يا رب يومكم خير، واسمحوا لي ان انا قلت الكلمتين دول. الفيديو بتاعنا يكون خلص خلاص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وخليكم فاكرين دايما ولا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله.